طب اقعد اقعد يا محمد اقعد يا محمد وانا شغال لك. بص برضه بتتريقوا عليا بتضحكوا عليا. هو انت شايفنا اصلا؟ شايف شايف اهو. مش عايز يفتح ليه ده؟ بس التلفزيون مش عايز يفتح ليه؟ عايز العب جيم بلاي ستيشن. طب بدل الزهق ده في ايه يا بابا؟ مالك؟ تعالي عايز تشوف التلفزيون مش عايز يفتح ليه؟ هو ده بقى التلفزيون؟ امال ده ايه ده يا بنتي؟ دي المرايه. التلفزيون وراك اهو. التلفزيون وراك. ورايا؟ على ولا بالله. ما عمال افتح فيه مش عايز يفتح ليه؟ بابا روح اقعد في مكانك. التلفزيون هنا اهو. هنا فين يا بنتي؟ اهو مش انت قلتي وراك؟ هنا هنا. فين؟ شاوري تاني كده؟ هنا هنا كده؟ اه هنا اهو اهو. ما هنا فين؟ انا مش شايف حاجه يا هايدي. لف كده لف لف اهو. يوه اما الف ازاي؟ هتشغله من هنا ازاي؟ ما انا مش شايف. هو فين؟ ثواني هنا اهو. استوعبت اخيرا؟ فتح اهو اهو. الله. طب شغل لي بقى جي تي ايه. جي تي ايه؟ يلا يا بابا وانت صغير عشان تشغل جي تي ايه بقى؟ ما تغننيش بقى انا زهقت. يا هايدي قاعد مخنوق يا هايدي. خدي بس شغلي. في ايه؟ في ايه يا هايدي؟ عايز اسال بابي ده عايز اللي يخدمه 24 ساعة. بص يا ريان ستي بس هايدي اسمعي بصراحة زهقت زهقت. اسمعي كلام يا هايدي بقول لك. هات يا محمد هات. شغلي لي جي تي ايه يا ريهام. وانت خلاص يا هايدي؟ شغلي له جي تي ايه؟ وبيقول لك مش احسن ما يقعد زهقان. انا واقفة فين بقى؟ قول لي انا واقفه فين. طيب يا هادي ايه اللي واقفه فين؟ انت بتتريق عليا يعني؟ بتستعمليني يا هادي؟ عيب كده يا هادي. في حد بيعامل بابا كده يا هادي؟ شغلي لي يا ريهام جي تي ايه يا ريهام. وبيبص هنا. طب اقعد اقعد يا محمد اقعد يا محمد وانا شغال لك. ايه يا ريهام مش انت قلت لي اقعد يا ريهام؟ قوم يا محمد اقعد اقعد. انت قلت لي اقعد والله. اقعد بس يا هادي ما تضحكش عليا يا هادي هاخد بالي. والله العظيم قلت له اقعد. قوم يا محمد انا قلت لك اقعد. صوت كده يا ريهام ارجع بالراحه ارجع ارجع تعالى. بس انت بتضحك عليا ازاي؟ معلش. اه طب ارجع ارجع. اه يا ريهام. ايوه كده يا ريهام. قولي له اقعد هنا يا ريهام. يا محمد انت هتعمل كده. الله يا ريهام انت انتوا بتتريقوا عليا يعني؟ ماشي يا ريهام بتتريقوا عليا انت وبنتك. يا محمد ما تتريقش انا بزعلها بقولها يا ريهام بتضحك على باباكي. مش تعملوا بقى وصفوا على نفسكم وانا هعمل نفس العمليه وهرجع هبقى عينيا سليمه تاني. ماشي يا محمد. ايه يا محمد وعينيا؟ انت عمال تزق نفسك هتروح فين شويه؟ مش فاهمه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا بقول لك اسكتي يا هايدي. امشي امشي امشي. يلا يلا امشي يا سيدي. احنا هنا يا سيدي. انت بتشاور فين؟ حكوا عليا حتى انت كمان ما تضحكش عليه. اسكتي يا هايدي. انا بضحك على ضحكي. خلاص اسكتي كده. اضحكوا براحتكم. باباك هيتضايق كده. انا بنزل اشتغل وبتعب. ده الناس في الشغل بتعاملنا احسن من كده. ادي البان ده. الناس في الشغل بيمسكوني ويسندوني ويودوني المكان اللي انا عايزه. لكن انتوا هات بس يا بابا فلوس. هات يا محمد فلوس. ده انا حرمت نفسي من فلوس العمليه عشان والنبي كده امسك موبايلي شوف لي حاجه. ما بفهمش يا بنتي في موبايلك. امسكه بس والنبي بسرعه بسرعه هيقع مني. هات يا هايدي. اسكتي يا هايدي. تتريقي على باباك يا هايدي. ماشي يا هايدي. اسكتي يا هايدي. عيب بقى. بكره هايدي تعرفي قيمه بابا. اهو الموبايل. ايه ده؟ خلاص يا محمد اسف شايل ايديها. ما تضحكش البت عليك. اسكتي خلاص يا هايدي. يا محمد معلش انت اللي بتضحك البت عليك. ما طبيعي صغيره هتضحك على العالم اللي انت بتعمله. ماشي انا هحوش فلوس العمليه وهعمل عمليه. يا سيدي هو انا قلت لك مش هعملها لك؟ ما انا بشتغل وبيطلع عيني عشان اعمل لك فلوس. انا بجيب لك فلوس العمليه. اقعد على التلفزيون. امسك امسك. مش كنت يا هايدي. اسكتي خلاص يا هايدي. خلاص انا اهو بقى. هو عارف يا بنتي يغير ولا يعمل؟ امسك. ما هو كان عايز كده. ليه بس كده؟ بنتي بتستهزأ بيا ومراتي حتى ما بتدافعش عني. هو ده ذنبي يعني ان انا عينيا حاولة؟ انا مش عارف هما بيعملوا كده معايا ليه؟ يا رب يا رب يا رب انقذني يا رب منهم. في يا محمد؟ في يا محمد؟ استهدى بالله انت بتعيط ولا ايه؟ بحايط طبعا يا ريان من اللي بيحصل. انت مش شايفه اللي بيحصل يا ريان؟ هو انت واقف كده ليه يا محمد؟ شوفي الزرع. شوفي جمال الطبيعه. يا محمد ده عارف انت سايب عليه اصلا ساعه ما نشر الغسيل. هو ما فيش زرع؟ مش باصص اصلا. امال الزرع فين؟ تعالى يا محمد كده لف لف يا محمد. الصوره اهي يا محمد. ايه ده الزرع ورا؟ بتستعمليني يا ريان؟ بستعملك ايه يا محمد؟ انت بس نزل على المنشر وبتقولي بستعملك.
عشان انا ماليش واحده تحن عليا تيجي توقفني، ولا بنت ولا زوجه، سايبني كده لوحدي. طب انا بشتغل يا محمد قلت لك عشان يا جماعه الحق عمل يعمل لك ايه تاني. وعلى فكره بقى انا شايف كويس جدا، انا بس انعكاس الزرع كان لاخم معايا الدنيا، المفروض تساعدوني ساعدوني وتحن عليا. عاجبك اللي بنتك عملته؟ طب ما تقل بيا كده وتهني ما انا زعقت لها قدامك، تتريق عليا وتضحك عليا. هو مش زعقت لها قدامك؟ ماشي يا ريان انا بشوف اصلا. ما انت اللي انت الغلطان يعني، انت لا عارف تسند على سور واحد واسند. ما انا شايف اهو، قعدت لوحدي اهو، قعدت لوحدي اهو. الزرع جميل بس ربنا يهديك يا محمد، ما انا قاعده زيك اهو جنبك، اعمل لك ايه تاني وانا واقفه جنبك في كل حاجه. بص يا ريان انا اخر مره هقول لك انا جنبك، بص لي انا هنا جنبك. انا والله شايف كده ايش رب يا زرع بوم 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 يا ريهام. ريهام برضو يا هايدي معلش انا زهقت بقى والله زهقت. هو انت واقفه جنب الزرع؟ هو ده الزرع بقى؟ ده الزرع خلاص؟ ايوه ما هو انا بس الزرع. ده الكرسي، شايف الكرسي؟ ايه ده وانا كل ده بس الكرسي؟ خلاص كفايه. ما فين الزرع؟ طيب الزرع اهو اهو اهو. والله ما شايف، انا شايفه هنا. ارش فين طيب؟ وقت انت هتفضل بتشوف الحاجه العكس بقى، انا زهقت. طب قولي لي طيب، انا شايف الزرع هنا، هو فين بقى؟ لف كده شويه اهو. فين؟ انا زهقت منك. ما انت قلت لف كده شويه. الناحيه الثانيه العكس. العكس؟ العكس كده الزرع اهو. لف تاني كده كده بقى تاني. يا بابا في مش انت قلت لي كده؟ مش انت قلت لي هنا؟ يا بابا هنا ايه يا بابا؟ ده الزرع، ده الزرع كده؟ اهو. نزل ايدك تحت شويه كده كده. هو هنا اهو، يبقى هو ايه؟ هو هنا، انا ارش هنا اهو. ما تفهمش براحتك عنك، ما فهمت اهو. رش هنا اهو، رش هنا، رش اهو، رش هنا. ما انت مشاوره هنا اهو. طب رش كده اهو. كده صح اهو، زي ما انت مشاوره اهو. يلا ادس ايه بقى؟ بابا ده بيشوف، خلي بالك. طبعا خلاص لازم اسيب البيت وامشي. البيت ده انا ماليش عيش فيه، ولا مراتي ولا بنتي بيحبوني، انا لازم امشي. يا محمد رايح فين؟ انا مسافر يا ريان. مسافر ايه؟ باخد الشنطه ومسافر، هتسيبني انا وبنتك؟ انتوا اللي سبتوني مش انا. عادي انت عارف ايه باباك الهبل بيعمله ده؟ في ايه يا ماما؟ انا هسافر. انا باخد شنطته وبقول لي هسافر. ليه يا بابا في ايه؟ هسافر اشتغل بره واعمل عمليه بره، على الاقل الناس اللي في الشارع بتساعدني مش انتوا. لا يا بابا والله ما ساعدك ايه، وانا وعماله اقول لك بتنيلي بشتغل وبيطلعني في الشغل علشان اجيب لك فلوس، هعمل لك ايه تاني؟ ما هي ماما هتشتغل وتحاول تجمع لك فلوس العمليه عشان تعملها لك. انت يا هادي السبب في كل ده، انت السبب في كل ده، انت ربنا يسامحك. بتكلم يا محمد؟ هي واقفه اصلا الناحيه دي يا ست، انا شايفها هنا والله شايفها هنا. طب خلاص يا محمد ايه ده، ربنا يهديك. ادي يا محمد هات مفتاح الشقه. مش هديهولك. بابا خلاص يا بابا بقى، هات الشقه يا محمد، هات الشقه. معلش يا بابا، معلش. انا ماشي يا بابا، معلش يا بابا. مش فين يا محمد؟ داخل لي الحمام ولا داخل لي المطبخ؟ تعالى يا محمد اخرج. اخرج من هنا؟ انا ماشي. خلاص يا بابا استنى. لا لا يا بابا، ما انت قاعد قدامك اصلا، هتمشي تلطش في الناس في الشارع. شو انتوا بتعاملوني وحش يا بابا؟ والله ما بنعاملك وحش، احنا بس مش قادرين نسيطر على ضحكنا. يعني بتضحكوا على ايه؟ بتضحكوا على ابوكوا؟ ناس كتير قضاها حمل ومحدش بيتريق عليهم. لا يا جماعه خلاص مسافر. مسافر ايه يا محمد؟ انت قلت حاسس في الشارع عشان تمشي؟ احسن من عادتك بقى. بس تريحت منكم يا بابا؟ خلاص بقى يا بابا، عايز ربنا يهديك. ده راس قبل كان في الاول وفي الاخر، ده بيتك، ده بيتك، ما ينفعش. خش يا محمد، خش يا محمد، ربنا يهديك. تعاملوني حلو ماشي يا بابا؟ اتفضل اتفضل وتساعدوني. ما خلاص يا محمد، قلت لك بتنقل يا جماعه لك فلوس عشان خلاص اساعدك، هساعدك اكتر من كده ايه؟ ما انت قاعد في البيت اهو وبنعملك اللي انت عايزه. اديني الشنطه بقى، شوفيها حطها فين. حتى هو شايف التروحه. ادخل ادخل يا محمد ادخل. طب يعني وعد ما حدش هيضايقني تاني؟ ادخل يا محمد. وعد ما حدش هيضايقني تاني؟ لا مش هيضايقك، ادخل بقى. وعد ما حدش هيضايقك. وعد يا هايدي. وعد يا بابا. يلا. اسكتي. اسكتي. بصوا برضه بتتريقوا عليا، بتضحكوا عليا. هو انت شايفني اصلا؟ شايف شايف اهو.